يحكم، لأن الحكومة لا تحكم مع كامل الأسف، والبرلمان لا يسرع مع كامل الأسف. من كان يحكم خلال هذه السنوات هي حكومة الظل، هي حكومة التراكتور، هي اللي خلقت هذه الأزمات، وهي اللي وصلت البلاد إلى ما وصل إليه الأمر الآن. ولهذا كيف الوالي ديالكم ما غيزورش انتخابات لصالح التراكتور؟ والملك كل الشعب المغربي صديقه، وكل الشعب المغربي وافي للملك، ماشي حزب البامبلي وحده. وهذا هو الخطر اللي هدد المغرب وكان تهدد هذه المنطقه، لان هاد الناس حلوا واحد الحرب عشواء على الساكنه ديال هذه المناطق، خصوصا في هذه المنطقه في جهه الحسيمه اللي عرفت اكبر عمليه ديال التزوير في الانتخابات الاخيره ديال 2009. شو هي النتائج الان من بعد ما هذا الحزب تحمل مسؤوليه الجهه وديال بلديه الحسيمه وباقي الجماعات؟ شنو هي النتيجه؟ نتيجة لا شيء مع كامل الأسف. نتيجة هي الإحباط اللي صاب سكان هذه المنطقة. نتيجة هو أن الناس تغناو عن طريق هذه العشبة، لأنه هددوا الناس في حياتهم، وهددوا الناس في مصالحهم، والناس اللي مشاو لعندهم راح تحت ملفات ديال الضغط، ملفات اللي تهيئوها في الليل، كاين اللي خداو منه مليار، كاين اللي خداو منه 500 مليون، كاين اللي خداو منه 2 مليار، وكاين الفقير اللي خداو منه 10 المليون و20، هذه تيخليوها داك الصغار ديالهم اللي تيدوروا بجنابنا اجي لعندنا، تتجي تتعطي 10 المليون وتتخرج. هذا الحزب جمع الملايير، هذا الحزب تخصو يتحل. هو اللي فسد الحقل السياسي، هو اللي فسد الحقل الثقافي، حقل بخلق واحد الحرب ما بين اللغه العربيه وما بين اللغه الامازيغيه. والمغاربه كلهم امازيغ وكلهم عرب، واللي تتوحدنا لا اله الا الله محمد رسول الله. حزب جاب لنا ما يسمى بالعلمانيه، وجاب لنا فكره ديال فصل الدين على الدوله وعن التسيير، وبدات يحارب الاسلام بدعوى انه علماني، وبغى يتونس المغرب، وبغى يخلق الحزب الوحيد. وهالنتائج اللي ستعرفها تونس الان، لان ومصر وغيرها. لهذا هذا الحزب هو اللي تعين هاد المدراء المؤسسات العمومية، وخصوصا المشاكل اللي تتعاني اللي هي المياه والغابات. سيد الوالي خصو يكون الى جانب الشعب، لان لما اللي عينوا راه هو صاحب الجلالة ماشي التراكتور. يجب حل هذه الاشكاليات المطروحة في هذه المنطقة وايقاف كل المتابعات. هذه هي المصالحة الحقيقية، لان المغرب تصالح مع الناس اللي كانوا ضد الوحدة الترابية، وخداو 500 مليون و600 منهم هاد الناس اللي شكلوا تراكتور. ومن بعد الخطاب ديال 9 مارس خصنا كلنا نرفعوا شعار لا للخوف، لا للخوف، لا للخوف. بركة مثل. وحنا دائما المغرب كان مغرب ثورة الملك والشعب، ما كانش عندنا الوسيط مع الملك، لأن الملك محبوب والملك ملك الفقراء، يحب كل المناطق وزار كل المناطق. ولهذا يجب رفع الظلم على هذه المنطقة، لأن اللي حاصل اليوم ذاك الفرقة الوطنية، وهذا راه الواقع، الفرقة الوطنية، الفرقة الوطنية اللي تابعة لوزارة الداخلية، راه في السابق كان ذاك السي إلياس اللي عندكم هنا تعيط في التليفون تيجيو لديور الناس، تيجيو لديور الناس. اللي ما مشاش معايا تتجي الفرقة الوطنية، اللي ما تبعناش تجي الفرقة الوطنية. وهذه الفرقة الوطنية ليست بقانونية، الشيء اللي خصهم يعرفوه المغاربة، ماشي قانونية. ما يمكنش نبقاو في المغرب الجديد، في العهد الجديد، أن واحد الفرقة الوطنية تمشي تنتقل لأماكن معينة عن طريق الهاتف ديال السي إلياس أو غيره. هذا الواقع أقوله وأتحمل كامل مسؤوليتي فيه. ولهذا مدير العام للأمن الوطني تخصو يعرف انه المغرب تغير، وانه راه امن وطني ديال جميع المغاربه، وانه اللي خصو يخدم الملكيه الدستوريه الديمقراطيه عن طريق خدمه الشعب، وليس حزب البام، وليس حزب البام. هذا هو الخطر، هو هاد الناس يخدمون حزب معين. الان الميزانيه ديال الجهاز، غادي نهضر على العاصمه الرباط، سالا، زمور، زعير، هي 20% من الميزانية ديال داك المهرجان موازي. تيجي مغني من مصر تياخذ الميزانية ديال المجلس الإقليمي ديالنا. هذا الواقع ديالنا.
هذا الواقع ديال الميزانيات. الا سالت الرئيس قلت له شحال ميزانيتك، وسولت شاكيره بشحال، شاكيره 10 المرات هذه الميزانيه. مهرجانات مزيان، ولكن هذا الشيء خصو يكون ثانوي لاساسي هو البنيه التحتيه ديال الساكنه.